السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا إخواني أخواتي في قناتكم أليسامبل كندا تي في. اليوم غادي نديروا واحد الخريجة صغيرة ندي فيها وليداتي يشوفوا واحد لاكتيفيتي ولا نشاط كاين هنا في الضواحي ديال موريال، وكيهم واحد الشكل ديال الألوان وكذلك ديال الإضاءات، وداير بحال واحد العالم اللي هو عجيب او عالم العجائب اللي كيعجب الدراري الصغار، وسيت موند فييريك. وهاد الجوله هذه غادي نديروها في السياره، وصراحه جينا نكتشفوا هاد العالم هذا. خليكم معنا. Thank you.
نتمنى إخواني أخواتي أنكم استمتعتوا معنا في هذه الجولة هذه اللي حملتنا العالم الطفولة، وإن شاء الله تكتشفوا معنا المزيد المزيد عن جمالية هذا المكان في فيديو قادم. كنشكركم على المتابعة وعلى التفاعل ديالكم، ما تنساوش مشاركتنا ملاحظاتكم واقتراحاتكم. برعاية الله، إلى اللقاء في فيديو قادم على قناتكم الإسامبل كندا تي في، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.